السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم، وعلى سبيل الترفيه غادي نديكم معايا لواحد البلاصه. انا معروضه لواحد المناسبه عند العائله ديالي وفرحانه بزاف، حيت ملي كنجي غادي لعند هاد الناس بالاخص كنكون فرحانه حيت كيبغيوني وكيكبروا بيا. خليكم معايا حتى التالي ديال الفيديو، راني صورت لكم جميع المراحل ديال هذه المناسبه هذه اللي راني غاديه ليها، وبالمناسبه صورت لكم حتى الطريق باش تعرفوا البلاد ديالنا كيفاش دايره. انا كما شفتوا دابا راني غاديه في جنب ديال حوض ملويه، اللي عرف هذا الطريق وهذه البلاصه يخليها لي في لي كومونتير. كما كتشوفوا السقيان عندهم اكثريه ديال الفيرمات اللي دزنا عليهم كيديروا الطاقه الشمسيه كانرجي باش يجبدوا الماء، حيت المازوت كما كتعرفوا غالي. ومهم اصحاب هاد الناس عندهم الاكثريه العيشه ديالهم هي من الفلاحه، هذه بلاد فلاحيه 100%، وبلاد الزيتون بصفه خاصه. يعني كما الا لاحظتوا الاشجار ديال الزيتون تبارك الله كاينه بزاف. دابا رحنا في الشوارب، ونخليكم مشاهدين الكرام تكملوا من عندكم، خليكم معايا حتى التالي ديال الفيديو، غادي يكونوا مفاجآت زوينين. وهاد المناسبة كما قلت لكم بالتفاصيل المملة كل شيء صورته لكم، ففرجة ممتعة. يا ليلى وصلت على نبي،
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء صافي دابا ان شاء الله وصل الحطان ديال العشاء. دابا بطبيعه الحال كيبداو بالرجال هما الاولين. عطاك الله الصحه. او بكسكسو هو الاول الصراحه، واحد كسكسو غزال غزال، واحد اللذه فيه الله يعطي الصحه اللي طيباته. وكنبغي نقول لعزيزي شكرا، ديما مكبر بيا وحطني في اعلى المراتب هو ومرتو وولادو، الله يسخر فيهم والهلا يخطيكم علينا.
you